بونجور بونسوار. اليوم تعدى صعيب صعيب برشا، اللطف يا ربي. أم لاباس؟ توا لاباس الحمد لله. أنا طلعت عليكم، تبعثوا لي في مساجات وينك 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 وين هوني. بربي فما موضوع أنا ما كنتش نعلق عليه خاطر زيد، اما توا جو سوي اوبليجي، فهمت؟ خاطر ولي وتحط في برشا يحكي شوفوا انا قلت راني باش نفصل على يوسف اكس راجلي، قلت راني باش نفصل وفات الحكايه غادي وذاك ابو بناتي، وما عطيتش لا اسباب لا حد شيء، وما نيش ناويه باش نعطي اسباب، فهمت؟ اسباب خاصه بيا وكل سوا هو يقعد ببناتي، دونك انا بطبيعتي ما انت مهما كان الخايب اللي عملوا فيا انا مش نحكي، دونك اللي مش نجاوبكم نقول لكم للحكاية هكا ولا هكا ولا هكا، باش تصدر منه هو حاجة اخرين يحب يعمل مغالطات، هذيك كل واحد تصرف اخلاقه، فهمت؟ انا مني انا مش باش يصدر حد شيء داكور، دو خاطر هذيك بو بناتي كما قلت لكم، دونك بربي نسكر عليه الموضوع، نسكر عليه خاطر قصة كما القصص الكل وكاو فيت ومكتوب وكل واحد يمشي في حال سبيله وكاو. احنا اعلنا خاطر هو معروف انا معروفة والناس تبع، كما اعلن لكم على العرس وكل، دونك اعلن لكم على الطلاق، دونك فالي فالو. ميرسي بوكو حبايبي اللي تسألوا عليا ومتحايرين عليا، اليوم بالحق كان صعيب 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 صعيب، ما يصيرش على أزمة وتعدي، توا خير جو مسون ميو، وكها خلينا نحكي في الحاجات البوزيتيف حاجات الباهية، life is pretty كما قلت لكم. بوسكم برشا وردوا بالكم على رواحكم، ان شاء الله كان نجم نحكي معكم اليوم تنحكي وسمعوا غدوة انا وحالتي الصحية انت مش وجي. عبدت فرج في ستوريات اللي عديتهم غمضة في عيني اكثر من اللي حلتهم، والله والله كانت تدخلوا في راسي ديخة مش نورمال، غمض عيني جيني الدوخة. anyways الله لا يمرض حد، وان شاء الله اللي عندهم بيد ربي يشفيه، و wish you good luck in everything في حالنا. باي، دعيوا لي خلينا نرتاح نبرا فيس يا ربي.